بيبي شاورز الزبون اللي بده. اوكي بدنا نحكي عن كل كيك مثل هيدا الكيك من شو مكون وقد ايه حجمه تقريبا؟ قلت لي انه بتشتغلوا على الكيلو. مزبوط. نحن بنشتغل على الكيلو طبعا. بنسال الزبون شو بده، يعني شو الديزاين اللي بده اياه ولكم شخص بحب الجاتو، اذا طبقه واحده او طبقتين. طبعا مثل ما شايفه هيدا الكيك يعني بكفي لخمسين شخص. هو طبقين تقريبا. طبقين، حتى بيقدر يختار يكون كل طبقة يكون لها فليفر معينة. مثل شو النكهات الموجودة فيه؟ في عنا الشوكليت، في ريد فيلفت، وفي فانيلا، وفي اللوتس، وفي طبعا الهاني. اوكي. حسب الزبون شو بحب. قد ايه اسعار هيك تقريبا؟ اوكي. طب رح ننتقل على الكيك الثاني. هيدا كانه هيدا اكبر، فبيطلب وقت اكثر منه. مزبوط. هلا طبعا لما الزبون بيجي يمكن نحن بنفضل على القليله قبل بيومين لنقدر نشتغل على الفكره، نشتغل على الفليفر طبعا لكم شخص. بنفضل نحن الزبون يجي يخبرنا قبل بوقت. هنن بيعطوكم افكارهم ولا انتم بتطرحوا عليهم مثلا؟ فينا نقترح طبعا، نسال شو الثيم اللي عاملينه هن. اذا مثلا كان عندنا اعياد ميلاد نسال شو الثيم اللي عاملينه، شو الفكره تبع عيد الميلاد. طبعا الاولاد مثل ما بتعرفي بحبوا كثير كرتونز كاركترز معينه، نحن بدنا نحكي هلا على الفالنتاين تحديدا. هلا مثلا هيدا الكيك كثير لفت لي نظري، انه شو الديتيلز اللي فيه؟ هيدا شو عباره، يعني هيدا شو نوع هيدا الفلاورز؟ هلا هيدا بيكون طبقه الفوندون، هي الاساس الشغل بيكون الديزاين. هو اكثر شيء اللي بده الشغل، بيكون طبقه سكر بنتغطى الكيك فيه، بيكون فيه اساس بيس، وبعدين بنشتغل على الديزاين نمبر. اوكي. هيدا تقريبا كم كيلو؟ سب اخر شيء نصيحتك لكل اللي بدهم يحتفلوا بالفالنتاين وبدهم يوصلوا على كيك، شو لازم يعملوا وقت بده يتعاملوا معكم؟ يخبرونا طبعا قبل بوقت، ونحن بنقدم حتى خدمه توصيل. اوكي. نعطيهم الفكره اللي بدهم اياها، بحبوا جاتو، بحبوا كوكيز، بحبوا كب كيك صغير،